لو حابب تتفرج على ملخص اول 5 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بعد ما اكتشفنا ان علياء كانت مرات سند، بيرجع بينا المخرج لورا شويتين قبل ما سند ما يموت، وبيبين لنا قد ايه سند وعلياء كانوا بيحبوا بعض برغم الظروف المهببة اللي كانوا عايشين فيها والاقساط اللي كانت عليهم. وعشان سند نفسه يعيش علياء واللي في بطنها في مستوى احسن من اللي هم فيه ده، كان كل يوم والتاني يروح يلعب ماتش بوكس ويضغط على نفسه، ساعات يكسب وياخد عيشين وساعات يخسر وبرضه بياخد اللي فيه النصيب. وياما الكوتش بتاعه حذره انه لازم يهدى على نفسه شوية عشان جسمه ليه طاقة يتحملها، بس سند ما كانش بيسمع لحد وما كانش عامل حساب اليوم اللي شجيع هيضيابه فيه وهيخلص عليه. وساعتها علياء بقت بطولها، لا جنبها حد يسندها ولا معاها فلوس تأكل بنتها اللي لسه مخلفاها، فاضطرت انها تمشي في الطريق البطال عشان تعرف تصرف على نفسها وعلى بنتها. الغريبة بقى، شجيع ليه اتعرف على علياء دي بالذات؟ هل هو عطف ولا شفقة؟ طيب هل هو كان بيحاول يساعدها؟ هو كان بيحاول فعلا، بس كل فين وفين، لانه اصلا مش لاقي فلوس يصرف على بنته، هيصرف على علياء وبنتها ازاي؟ اي نعم هو فضل على علاقة مع علياء لسنين وما جاش جنبها ولا لمسها حتى، بس حصل بينهم اللي اصعب من اللمس، الاتنين حبوا بعض. وساعتها شجيع راح صايح كوتش تنبي باللي بيحصل بينه وبين علياء، فقام الكوتش تنبي ما تفهمش معاه واداله بالقلم على وشه وقال له زيك زي شبكة بالظبط، انتوا الاتنين شمال. وبعد كده قام راح فهم علياء كل الحقيقة، ولما عرفت الحقيقة راح اتواجه شجيع اللي ما كانش عايف يدافع عن نفسه باي حاجة غير انه قال لها مش انت بس اللي اتأذيتي من موت سند، انا كمان حياتي باظت من ساعة ما مات. قالت له والله حياتك فين دي اللي باظت؟ امال انا حياتي تسميها ايه؟ ده انا جيت على نفسي وكرامتي ودست على شرفي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. وشجيع ما بقاش عايف يلاقيها منين ولا منين، من علياء اللي علاقته باظت بيها خلاص، ولا من الكوتش تامبي اللي سابه في نص الطريق، ولا من شبكة اللي طلع بيضحك عليه طول الوقت ده ومعيشه دور البطولة، ولا من ابوه اللي مش فاكي اي حاجة وطول الوقت تعبان، ولا من بنته اللي مش عايف يربيها ولا عايف يدفع لها قصاد المدياسة ولا عايف كمان يظهر قدامها بدور البطل، ولا من الزهايمر اللي خلاص تمكن منه لدرجة انه بقى ينسى هو فين. وعشان كده شجيع قرر انه هيخش الجولة اللي بعدها حتى لو على موته، ما هو كده كده مش خسران حاجة، والمنافس اللي قدامه المرة دي قوي جدا، بطل في الملاكمة وبيكسر اي حد يخش قدامه، وده اللي عمله في يحيى في اول جولة. ومش بس كده، ده كان عايز يخلص على يحيى من اول جولة ويخليه يستسلم كمان، بس جرز الجولة الاولى ضرب وده اللي انقذ يحيى. وساعتها كوتش تامبي اتدخل عشان يساعد شجيع، وفعلا شجيع لما نفذ تعليمات كوتش تامبي قدر انه يهزم المنافس اللي قدامه بالقضية كمان، وكل الناس كانت في حالة من الذهول ومش مصدقين اللي حصل ده. وقبل الحلقة 5 ما تخلص بنلاقي الباب بيخبط على كوتش تامبي، ولما بيفتح الباب بيلاقي شاب كده واقف قدامه بيسأله انت كوتش تامبي؟ انا ابنك. ويبقى فاضل كده 2 حلقات في المسلسل ويخلص خالص، وبيخلص الفيديو على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعم لي كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس سيب لي كومنت عشان ابطل.